برافو مسألة عليك. تسويق المنتج ده أو السلعة دي إن أنا أحط مواعيد مباريات تناسب الفرق وتحافظ على سلامة اللاعبين. اللاعبين النهاردة عندك الجونة حر، عندك أسوان حر، عارف توقيت الصيف، يبقى الماتشات لازم تترحل بالليل على الأضواء الكاشفة. عندك حاجة تاني، حاجة الملاعب، هي الفكرة مش فكرة أرض. ما النهاردة أنت بتشوف برافو ماتشات عليك. أوروبا صح، بتلاقي الملاعب كلها بتترش قبل المباريات عشان تدي سرعة في أداء للكورة. اللعيبة وفي صحيح. الكورة. النهاردة دي لوائح لازم تتحط قبل لا، انت قلت المسابقة. كلمه جامده جدا، انت قلت دلوقتي انا عندي الدوري بمليار جنيه او بنص مليار جنيه، انا عايز ابيعه ايوه السنه الجايه اسوقه طبعا. اسوقه ب 750 مليون او ب 800 مليون او بمليار الضعف مثلا، هسوقه ازاي في ظل هذه الاجواء بشكل ايوه او باخر؟ بص حضرتك الاوضه هناك كمان، ما انت عارف يا اسامه الاوضه هناك. انت في شهر ديسمبر مش محتاج تلعب بالليل، في شهر يناير مش محتاج تلعب بالليل، اذا ال 13 مباراه مش هتلعبهم كلهم بالليل. صحيح. يبقى اذا هتلاقي كل عمليه خمس ست مباريات بالظبط كده، وتحملهم الاتحاد. وخلي بال حضرتك اساسا الملعب كمان، يعني زميلي شريف شعبان دلوقتي بعت لي بيقول لي الملعب تابع لوزير الشباب والرياضه ومديريه الشباب والرياضه باسوان، وبالتالي يعني ده اولى ان احنا نقول يا جماعه في ماتش زي ده وزي ما هات لي